اهلا بيكم هحكي لكم قصه يعني ماساوي وما كنتش حابب احكيها قوي لكن انا مضطر احكيها عشان نخاف لانه في لحظات برضو في السمنه المريض او المريضه يصل الى مرحله بسبب مرحله حرجه جدا جدا ومرحله اللي هو نتمنى اه ممكن يبقى فيها حلول وممكن يبقى نقدر نقف قدام هذه المرحله بحل جراحي لكن قبل كده كان الحل أفضل وأمن ولذلك تأجيل الجراحات الخاصة بالسمنة والإنسان ينتقل من مرحلة تبقى العملية آمنة مضاعفات أقل كتير مش خايفين قوي الخطة العلاجية واضحة بالنسبة لنا إلى مرحلة تانية كل شيء بيبقى بالمللي والتوتر هيبقى أعلى والتخدير هيبقى أصعب وساعات التخدير نصل إلى مرحلة التخدير فعلا يبقى صعب جدا لا مش عايزين نوصل لده هحكي لكم قصة لمدام كلير كلير دي ام وصلت الى مرحله متاخره من السن قاعده في البيت مش بقى في البيت دي قاعده في السرير دي سجينه السرير مش سجينه البيت كل حياتها حواليها في السرير فعندها كم سنه صغيره خمسينات وصلت الى مرحله وزن كبيره جدا مش كبيره قوي قوي لكن هي كبيره لدرجه لا هي كبيره قوي لدرجه الاعاقه الكامله وطبعا تعبيراتها مؤلمه للغايه بتقول انها سجينه في منزلها وانها ما يحدث لها هو اسوا طريقه للحياه او على حد تعبيرها كمان لعدم الحياه التعبيرات بتاعتها قاسيه جدا وهي شجاعه انها اتكلمت لكن انا بعتقد انه الماساه الاساسيه في انها وصلت للمستوى ده من السمن الماساه الاساسيه انها وصلت لمرحله كبيره وخطره لكن ممكنه اه ممكنه وهنفهم النهارده في الحالات اللي زي دي اللي هو بنسميهم سوبر 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 اوبيس كيف يكون الحال ضيف العزيز الذي يبدا دائما في حواره ويمتعني بهذا الحوار الممتع جدا جدا الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الملكيه والحاصل على تصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه اس ار اهلا بك يا دكتور أهلاً, اهلا وسهلا هو ده سؤالي الاول هل السوبر سوبر سوبر اوبيز دول يمكن التعامل معهم جراحيا نعرف نعم إجابة لكن إيه هي القصة وليه دايما نخاف إن إحنا نوصل لهذه الدرجة من السمنة المفرطة جدا في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقة طبعا الأوزان اللي هي السوبر سوبر سوبر اوبيس ده, ده لابس طبي يعني بحث حلو آه يصف آه يعني الاوزان اللي هي قد تكون آه يعني كسر ال 200 كيلو 250 آه 300 كيلو 350 400 كيلو كلما زاد آه يعني الوزن كلما كان آه يعني عنده مشاكل صحيه مرتبطه بالسمنه المفرطه يعني دي احنا لو قلنا مرضيه 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 يعني ده آه طبعا تصف وضع خطير آه صحيا يتعلق باب التنفس يتعلق بالقلب، القلب يتعلق بوظائف الكبد من تدهن شديد الخطوره يعني يعني الناس اللي هي كسر الوزن 200 كيلو هم دول الوصف بتاعهم كده يعني طبعا محتاجين طبعا الاجراء يعني انا عايز اقول انا مش عايز اقول طارئ لكن يعني ما عندناش الحاله الطارئه يعني سيبنا ما حاجه طارئه لكن عايز اقول انما كلما كان الاقدام على العمليات بدري كل ما كان افضل مم. لا تتقدم في السن يعني انت لو وزنك فوق ال 200 كيلو 300 كيلو وسنك 30 سنه افضل 100 مره لو انت 300 كيلو و... وسنك 60 سنه يعني ده وضع فيسيولوجي مختلف خالص وضع قدره على الحرق مختلفه خالص قدره على الحركه مختلفه خالص مفاصل مختلفه خالص يعني طبعا حاله صحيه مرتبطه يعني لو تعرضت لسكر 10 سنين غير ما اتعرض لسكر 20 30 سنه ما ده يعني حاجه الكبد انزيماته مرتفعة في سن صغير بغير لما ترتفع لمده 20 30 سنه ما اكيد في شويه تليف يعني قصدي فكلما كان الإقدام على عملية السمنة في سن مبكر كلما كان أفضل ما تستناش لوزنك العالي. عايز أقول للناس طبعًا الـ الـ الناس اللي هم اختيار بقى العملية في, في, في سواء تكميم معدة أو تحويل أنا شايف إنه محتاج عقل أكتر من اختيار طبي بحت. أنا مش لازم أعمل تحويل مسار في واحد سنه 60 سنة وزنه 300 كيلو عنده مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، مشاكل, مشاكل في الكبد. وربما يكون على فكره مشهور جدا ان احنا عندنا البطن لازم فحص البطن يعني لازم تفحص بطنك مظبوط في اثناء الاجراء لان معظم الناس بقى عندهم ميه في جدار البطن اليفنتيزس في في البطن صعوبه في يعني الاوعيه اللي ما تصرفش كويس فتلاقي البطن اصلا سمكها كبير جدا فانت محتاج عمليه وقت قصير تلاقي العين اصلا متهالك صحيا وعايز اعمل تحويل مسار يعني عايز اعمل تحويل مسار مش لازم خالص يعني انت العين ده ممكن يعمل عمليه تكميم كمرحله اولى وبعد سنتين ثلاثه لما ينزل له من 150 كيلو ل 200 كيلو لما يوصل لك بقى بقى 150 كيلو بقى 180 كيلو اعمل له تحول مسار في وضع صحي احسن في وضع جراحي افضل البطن سمك جدار البطن تقدر تعمل فيه عمليه تحول مسار بصوره احترافيه اكتر وامان اكتر فاجراء انا شايف ان الوزن الكبير الضخم اللي نفسه يعني تعبان اللي عنده مشاكل صحيه كتيره اللي ربما يكون عنده سيلولايتس في رجليه واحمرار والتهاب خلوي في رجليه طول الوقت عرضه لمشاكل صحيه كثيره، احمل عمليه في وقت قصير عمليه تكميم في ثلث ساعه، روح بيتك سنتين ثلاثه نزل يعني 200 كيلو، وبعد كده لو عايز بقى يعني الوزن اللي هو الاحترافي اللي عايز توصل ل 60 كيلو 70 كيلو من 300 كيلو بعمل بقى, بقى تحول مسار. اذكر استاذ محمد الزغبي من من بورسعيد كان وزنه 330 كيلو. عملنا له عمليه 330 كيلو. كيلو بس شاب 31 سنه هو محمد كان شاب ساعتها من ست سبع سنين بقى يعني مش عارف هو دلوقتي اكيد في نهايه الثلاثينات عملنا له بعدها باربع سنين كان خس 200 كيلو 200 كيلو لحد ما وصل 130 كيلو وبعد ابتدى يزيد شويه هو كان مستهلك يعني عنيف للسكريات كان بيحب العسل الاسود هو كان بيلاقي فيه متعته يعني هو ب... ابتدى يزيد ل 170 كيلو تاني وعملنا له عمليه تحويل مسار ما بعد اربع خمس سنين ما بعد التكميم. في البدايه طبعا احنا عايزين وقت قصير، كان نفسه تعبان وكان طبعا طول الوقت ما ما يعني البنج بتاعه فعلا مش محتاجين نطول فيه. عمل عمليه تكميم نزل 200 كيلو بعد كده كمل بعمليه تحويل مسار. ده تفكير عقلاني مظبوط موافق للحاله العامه، يعني قصدي اختيار نوع العمليه محتاج عقل شويه عشان تعدي بالعيان لدرجه الامان ما يعني ما تقوم ما على المريض يعني يعني صحيا صعب وتغذرياً صعب فلا لا تجهز عليه عمليه في وقت قصير اقعد فتره قصيره في المستشفى ليله في المستشفى روح بيتك بامان ما انتش لازم تاخد يعني اذا كانت الحاله صعبه قوي ما انتش لازم تاخد النتيجه اللي هي المية في 100 المية النهارده ستيب باي ستيب ستيب, با ستيب. بي بي يعني بي 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 بتدريج بحيث ان انت تبقى في امان طول الوقت كبار السن بقى نقف تحت كبار السن شويه كبار السن طبعا برضو أنا أنا يعني هم مش بمنأى عن المشاكل الصحية بل بالعكس تكون عندهم مشاكل صحية كثيرة وشنط أدوية كثيرة وعنده أدويه للكوليسترول وأدويه لتدهور الكبد وأدويه للظهر وأدويه للمفاصل وأدويه للسكر وأدويه للضغط وأدويه يعني عنده شنط أدوية كثيرة جدا هو في احتياج لإجراء العملية بنختار العمليات اللي هي الأأمن والأسهل زي تكميم المعدة بكون درجة أولى بالنسبة لنا في الكبار السن لو لقينا بقى طبعا في حالات يعني بنختار فيهم تحول المسار اللي هو السكر المتقدم عندهم بزيادة الناس اللي ما عندهمش حركة خالص لو عمل عملية تكميم ما بيخسش كويس لأنه هو ما عندهش حرق تقليل كمية الأكل في الناس الكبيرة مع عدم وجود الحركة ما بيخسش بزيادة لو لو كانت الحالة العامة واحد سنه 65 سنه والحاله العامه متهالكه صحيا انا انا اعني ذلك لان احيانا بيبقى فيه مشاكل في القلب مشاكل في التنفس مشاكل في الكلى ادويه سيوله يعني عنده مشاكل كتيره اعمل تكميم كفايه جدا عمليه قصيره مش لازم برده تصل ل 60 كيلو 70 كيلو انت محتاج ربما يكون احتياجه 40 50 كيلو كفايه هم دول اللي هيحركوه ويقدر يخدم نفسه او تخدم نفسها بتادي الاحتياجات اليوميه مش محتاج ان احنا برضو نجهز عليه بعمليات اصعب فبعض الاختيارات بتكون برضو بالعقل الطبي مش بالجايد لاينز يعني الاستريكت قوي ان انا يعني طالما مريض سكر زائد سمنه فعمل تحول مسار لا بالعكس احنا اختيار نوع العمليه لازم نشوف العيان اجتماعياً بيقدر يتحرك ما بيقدرش يتحرك ما يعني عنده قدره ان هو يستحمل العمليه دي ولا ما يستحملهاش في وقت البنج بالنسبه لوظائف القلب الكلى الكبد يعني محتاجه عقل جراحي يعني يفيد العيان اكتر ما يدور دايما دايما مرضى السمنه المفرطة وخصوصاً المفروضه جدا عندهم تخوف كبير من حاله التخدير وعندهم في طبعا انت عارف في كليشيهات كده ثابته انا لو اتخدرت مش هفوق من التخدير ده انا لو اتخدرت هيحصل لي وفي بيتقال لهم كده احيانا في, بق... في سابق عمليات لا لا مش هينفع نخدرك انت لو تخدرت هتبقى في خطوره كبيره على حياتك الحقيقه طبعا التخدير في جراحات السمنه هو مختلف تماما عن التخدير في الاوزان الصغيره مم. هو دكتور التخدير اللي بنيم عيان 200 ولا 300 كيلو هو مش متفاجئ بيه هو يعني ده هو ده شغله اليومي مش امرجنسي يعني داخله لا لا هو ده حاله عم ده تبقى انا انا اعني ذلك يعني حاله مريض السمنه المفرطه لما بيروح في مكان مش بتاع سمنه مفرطه بيبقى فعلا عندهم حق يخافوا يعني مثلا سيده بتعمل قيصريه وزنها 200 كيلو ما اكيد دكتور التغذير في رعب لانه دكتور التغذير غير متخصص في أنه هو ينيم مرضى السمنه المفرطه يعني سي مثلا ان الدكتور اللي بنايم للقيصريه اللي هي في الوزن الكبير بيشوف كم حاله في الشهر وزنها فوق ال 200 كيلو او كان ما بشوفش يمكن كل ست شهور لما يلاقي حاله زي دي ويبقى عنده رعب منها لكن احنا يعني مراكز السمنه المتخصصه هو كل حالاته كده كل النهارده وبكره وبعده وبعده هو شغال كل حالاته بتشكي من سليب أبنية كل حالاته بتشكي من صعوبه التنفس ما عندوش حاله سهله اثناء النوم اه ما فيش انا عايز اقول لحضرتك 99% من الناس عندهم مشاكل في التنفس اثناء النوم جزء كبير جدا عندهم مشاكل في القلب عندهم مشاكل في في وظائف الانزيمات يعني تلاقي آآ آآ عنده مشاكل صحيه متعلقه بالسمنه المفرطه معروفه عندهش ما عندهش واحد آآ آآ مثلا ضغطه كويس تلاقي ضغط العيان اثناء العمليه او قبل العمليه او بعد العمليه بيزيد ما طول الوقت آآ آآ السكر آآ عنده النفس اثناء النوم فهو الرقبه القصيره الحلق اللي مليان دهون فهو مش متفاجئ فالتغدير في جراحات السمنه هو مختلف نوع العقاقير المستخدمه في جراحات السمنه مختلفة خالص عن الاوزان العاديه مم. يعني بعمل مراره في وزن في واحد وزنه 70 كيلو غير بعمل مراره في واحد وزنه 200 كيلو او 150 كيلو مم. ادويه مختلفه تماما يعني ده كانت التقدير عارفين الكلام ده ان في ادويه يمكنها الاعاده للوعي الطبيعي في وقت قصير هتبقى مكلفه شويه بس دي جزء من شغل جراحات السمنه لانه احنا يعني هو لازم دكتور التخدير يكون عنده الفاسيلتيز عنده كل الامكانيات اللي هو ما يتزنقش بيها عنده كل الاجهزه اللي تساعده في تركيب الانبوبه عنده كل الادويه والعقاقير اللي اللي تفوق العين في وقت قصير الامنه اثناء التخدير يعني جرات سيمنا ما فيهاش نوع من التوفير الطبي خالص ده محتاج احتراف اعلى المستهلكات بتصل النجاح 100% باذن الله عندنا بس بعد ما اشوف الحاله سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالمتابعه، هل يختلف العيان اللي عنده 250 او 300 كيلو في متابعته بعد العمليه عن عيان مثلا 160 كيلو؟ اكيد في اختلاف طبعا المتابعه بتاعتي دي تختلف بس ناخد نشوف الحاله الاول ونستكمل حوارنا الممتع جدا مع ضيفي العزيز. انا اسمي احمد جمال عبد النعيم، سني 49 سنه، وزني 270 كيلو، بدات اتعب من السمنه تقريبا سنتين، لما جسمي زاد حسيت اني انا اتحبست مش قادر اخد راحتي ما بعرفش انام بنام وانا قاعد نومي كله وانا قاعد على الكرسي ما ممكن لو نمت شويه على السرير اقوم اتنفض من الضغط والسمنه تعبانه بردو برضو يعني حتى في الاكل اكل شويه اتعب ما صحتي زي الاول السمنه انا تعبانه ده اللي خلاني قررت ان انا اعمل العمليه لان شفت هنا بصراحه يعني الوضع هنا في امان وكويسين كده يعني, يعني الانسان مطمن بصراحه أنا بكلمه والحمد لله شيء كويس بعد نص ساعة الحمد لله الحمد لله رضا ربنا بعد العملية طبعا يعني شيء مرعب احنا هذا الفيديو المختصر جدا لا يعني احكي حالة الاستعداد الموجودة من فريق عمل كامل تخدير وجراحات ومعدات اكويبمنت وتمريض كل الفريق بيكون على اهبه الاستعداد، نحن بصدد التعامل مع سوبر اوبيس، صح طبعا ده محتاج جاهزيه عاليه تخديريا، محتاج جاهزيه عاليه جراحيا، كل فريق العمل لازم يكون على اهبه الاستعداد، تحضير قوي جدا للعمليات، طاقم يعني على اعلى مستوى بحيث ان انت ما تضيعش دقيقه، انت محتاج ثلث ساعه، نص ساعه ساعة إلا ربع يعني لو أنت بتعمل مثلا تحويل مسار فيها صعوبة شوية وتخرج من العملية أنت مش محتاج تقعد بقى بالساعات وتقعد تجرب يعني فأنت محتاج وقت قصير بحيث إن أنت تفوق بسرعة زي ما حضرتك شايف خلال وقت قصير جدا بيتواصل مع المجتمع خلال ساعة ساعتين بتلاقيه بيتحرك بيشرب بعد ثلاث أربع ساعات 12 ساعة بيخرج من المستشفى لأن هي فعلا فتحات صغيرة في البطن في وقت قصير تخرج من المستشفى بأمان. <applause> التعليمات بقى النوعيه دي من العيانين بعد العمليه 300 كيلو 250 زي ما احنا قلنا يختلف عن 160 طبعا طبعا كلما زاد الوزن كلما كان الفاقد من الوزن خلال الشهر اكبر من الطبيعي يعني م. احنا ما بنقارنش واحد وزنه 120 كيلو بواحد 270 كيلو لو هو نزل 17 كيلو في الشهر الاول انت هتنزل 10 كيلو في الشهر الاول م. لو هو نزل في الشهر الثاني 15 كيلو انت بتنزل 7 8 كيلو يعني كلما كان مخزون الوزن عشان ما نقارنش بعض ببعض يعني كلما كان مخزون الوزن كبير كلما كان انقاص الوزن بسرعه اعلى عشان كده لازم نتابعه بصوره كامله اللي يكون بيخس من عضلاته وما بيخسش من الدهون وخصوصا الناس اللي هي في ساعات بيكون عندها مشاكل في العمل بتقعد ترجع طول الوقت فجسمه بيتاكل وتلاقي عضلاته متهدله وتعبان وكسلان وتلاقي ظهره بيوجعه ومفاصله فده لازم طبعا في الاوزان الكبيره متابعه على الاقل مرتين في الشهر الاول بعد اسبوعين وبعد شهر وبعد كده كل شهر لمده ست شهور وبعد كده أنوالي او يعني كل سنه ما بعد ذلك لفتره خمس سنين واذا كان في احتياج ما بعد ذلك لسيارة الطبيب يبقى افضل لكن طبعا دول محتاجين ان هم متابعه مع التغذيه العلاجيه لمده ست شهور على الاقل كل شهر باستمرار مريض السمنه اللي دلوقتي بيعاني وعنده مشاكل انا في رايي انه تركه لنفسه يزيد اشبه بالظبط بكرة التلج المنزلقه من فوق جبل. بتبدا بحجم مش كبير وكل ما تنزلق لاسفل كل ما تكبر لغايه لما توصل الى مرحله مخيفه. مريض السمنه كده كل شويه هيزيد. النهارده كانت المشكله على مستوى السمنه بس، بعد كده احنا بنلاقي مشكلات بعضها قد يكون مالتي اورجان أفكشن تلاقي الكبد تاثر بشكل كبير تلاقي القلب تاثر بشكل كبير اه الحاجات دي بتتحسن لكن ما حاجه بترجع كما كانت في الاول 100% لكن بتتحسن بنسب كبيره الافضل دائما اتخاذ القرار بشكل مبكر ضيف العزيز القمه العلميه المتميزه والاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه طب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل والامين وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحصل على تصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه الاس ار سي نورت شكرا. الناس الحلوه خليكم